اهلا بيكم مشاهدينا الكرام في كل مكان. بذكركم سريعا انه في الحلقه الماضيه بدانا الجزء الثاني من دراستنا في سفر التكوين. والجزء الثاني هو بدايته كانت مع ابو الاباء ابو الايمان ابراهيم. بدانا في الجزء الاول ووقفنا عند ثلاث عناصر هامه جدا في عهد الله مع ابراهيم والثلاث عناصر دول كانوا في النسل والارض والبركه برحب بيك دكتور اشرف اهلا وسهلا أهلا بيك, بيك واهلا بكل المشاهدين في كل مكان اهلا بيك آه وقفنا قسيس عن عند اهم العناصر في عهد الله م مع ابراهيم م في النسل والارض م والبركه ممكن سريعا بالتاكيد آه <applause> لما اتكلمنا عن العهد بتاع آه الله مع ابراهيم هو اولا عهد غير مشروط يعني ايه هو ميثاق غير مشروط لا يتوقف تحقيقه على ابراهيم بل يتوقف تحقيقه على امانه الله وصدقه نحو مواعيده فالعهد ده هو اساس كل العهود في الكتاب المقدس يعني اللي يدرس فينا العهد القديم يدرك انه ال 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 الاساس للعهود اللي جايه بعد كده سواء العهد الله المساوي مع موسى او سواء عهد الله مع داود او سواء العهد الجديد مؤسس جذوره مؤسسة على عهد الله مع إبراهيم أقول الكلام ده اشرحه قلنا أنه العهد الله مع إبراهيم شمل أول حاجة النسل أن يعطي له إيه؟ ابن وطبعا العهد الجديد بيقول لنا أنه هو نسل وليس أنسال إشارة إلى شخص الرب يسوع اللي من خلاله تتبارك جميع أمم وشعوب الأرض فالنسل النسل المبارك وبعدين الحاجه الثانيه ربنا وعده بالارض فالارض دي قال له اخرج من ارضك ومن عشيرتك الى الارض التي اريك اياها وبعد كده في اصحاح 15 ربنا قال له ان الارض دي واصحاح 17 ايضا اكد لي ارض كنعان الحاجه الثالثه قلنا أنه هو فيه البركه البركه دي انه اباركك فتكون ايه فتكون بركه النسل اتحقق في شخص المسيح واتاكد من خلال عهد اخر في العهد القديم بني عليه فكره النسل وهو عهد الله مع داود لما قاله في سمويل الثانيه اصحاح سبعه قال له انه ابنك نسلك هيكون على كرسيك على كرسي مملكتك الى الابد وهيكون لسلطانه ولملكه لا نهايه فهو مش بيتكلم على سليمان لانه سليمان يعني انتهى لكن بيتكلم على اللي هياتي من داود ابن داود بحسب الجسد وهو شخص الرب يسوع, يسوع المسيح الارض الارض ارتبط الجزء الارض بالناموس المساوي والناموس المساوي هو الناموس الوحيد اللي في العهد القديم الناموس المشروط يعني يعني انا هدي لك ارض هتسكن فيها كويس اذا بهدلتها وسفكت الدماء وجعلت الدماء فيها تسيل وظلمت الفقير وعبدت الاوثان هترتك برا الشقه بتاعتي. كويس؟ اذا سكنت في الارض وعبدت الرب الهك وعشت بمخافه وتقوى كويس؟ وصنعت العدل وصنعت الرحمه هتقعد في الارض دي الى الـ الى الـ الى الابد. الحاجه الثالثه بقى اللي هي البركه، ده العهد الجديد اللي مذكور فيه سفر ارميه من أصحاح 31 32 و 33 ها أيام تأتي يقول رب وأقطع عهدا ليس كالعهد القديم عهد مش مبني أو مكتوبة على على حجارة لكن عهد منقوش على قلوبكم فتعرفون الرب إلى آخر الأجزاء الجميلة اللي اللي مرتبطة بعهد البركة أو العهد الجديد في أرميا 31 إلى 30 33 رائع جدا معلش يا أسيس أشرف أنا أنا حابب أخش كده في في الجزء الجديد بتاعنا النهارده أوكي. اللي هو ابراهيم وحياه الايمان والطاعه بس مم. انا هسال سؤال انا نفسي جوايا يعني كل ما اجي عند الجزء ده احط نفسي بصراحه يعني مم. اقول لا مش انا ما مش هعرف اعمل كده ومش انا بس في الحقيقه يعني كل واحد يعني هيبقى صريح مع نفسه هيجاوب زيي خلينا واضحين يعني مم. ازاي ابراهيم كان عنده الطاعة المباشره دي الطاعه الحقيقيه اللي بي بيسمع ويطيع يعني اذهب من ارضك ومن عشيرتك ومن بيت ابيك الى الارض ده احنا بنقرا السطور سريعا بس طبعا <applause> مين النهارده عنده الطاعه دي وعنده الايمان ده ممكن حد يقول لي لا انا مؤمن طب ما ابراهيم كان مؤمن بل بالعكس ده احنا اميز من ابراهيم احنا عندنا الاعلان كامل وعندنا النور وعندنا الحق وعندنا المعرفه في شخص الرب يسوع المسيح بس برضو مش بنشوف نفسنا جزء من إبراهيم قد كده حتى لذلك لقب ابن أو أبو الإيمان أبو الإيمان طبعا طبعا يعني آه الإيمان مهم جدا حتى لما الكتاب المقدس بيكلمني عن إبراهيم في عبرانين 11 بيقول لي بالإيمان بالإيمان أطاع بالإيمان خرج بالإيمان قدم آه الكتاب المقدس لما بيكلمني عن الايمان مش بيكلمنا عن الايمان اللي هو ما بيغيرش، لا، بيتكلم عن الايمان اللي بيصنع تغيير في حياه الانسان. تمام. و, و... و... الطاعه هي الوجهه الثانيه للايمان، يعني انا لو عايز اعرف انا مؤمن يبقى لازم اقيس ايماني بالطاعه. تمام. والطاعه بتؤكد الايمان. مم. يعني يعني من يحيا بالايمان يطيع ومن يطيع يكمل بالايمان يعني فالطاعه والايمان وجهان لعمله واحده هي العلاقه مع ربنا ما ينفعش اقول انا عندي ايمان بالرب لانه حتى الشياطين يؤمنون ويكشعرون لكنها لا يطيعوا يعني الفرق بين ابليس وابليس ابليس عارف ابليس عارف كويس قوي مين هو الله و.. و.. وسلطانه و.. وجبروته و.. و.. وس.. وسيادته و.. وكل الاشياء دي هو بيؤمن لكنه ويرتجف بالايمان ده، لكنه ما بيطيعش. الايمان ما بيعملش حاجه في حياته، ما بيغيرش فيه. انما في حياه الانسان المؤمن، الايمان هو بيغير، بيحول العصيان الى طاعه، بيحول الامور اللي انا مش شايفها الى ثقه في شخص الله انه ما دام هو معايا هو شايف احسن. يعني ابراهيم لما خرج يقول الكتاب انه الرب قال له اخرج من ارضك ومن عشيرتك لما يروح للعبرانيين يقول خرج وهو عال وهو لا يعلم الى اين يذهب طب يا رب انت هتخرجني هتخرجني منين وتوديني فين اخرج بس معايا امشي معايا ما معلش دكتور اشرف فيش ال... حد بالعقل يعني يخرج اخرج يعني انا ممكن انام بالليل اصحى الصبح الاقي حلم يعني معايا كده صوت كده بيزن في ودني بيقول لي سيب البلد دي وامشي او روح كده او اعمل كده يعني الموضوع بالعقل احنا بنقرا كلمه الله بالايمان طبعا وبنثق انها كلمه الله وكل حرف فيها من الله لكن ربنا مدينا شويه يعني اجتهاد وبنفكر وبنقف قدام الآية حلل. ازاي الراجل ده اخرج خرج اترك ترك ما عشان كده دي, دي عظمه ايمان ابراهيم، ليه؟ آه. عظمه ايمان ابراهيم انه ربنا قال له اخرج فخرج، فترك كل الماضي بتاعه، في الدعوه الاولانيه ترك ماضيه. ولما نقرا الكتاب اوقات كثيره احنا مش بنعرف، يعني اوقات بنتخيل مثلا ان ربنا قال له اخرج من حته قريه كده مهمله اسمها اور، وبعدين وداها كان عين بقى حيث الحضاره والتقدم، اللي هو العكس، العكس صحيح. يعني لما ندرس الحفريات وعلم الاثار وعن مدينه اور نعرف انها من اول المدن اللي حتى كان فيها نظام صرف صحي مش موجود في اي مدينه تانية يعني يعني مدينه متطورة متقدمه يعني. متطوره جدا كان عام كلها قبائل وصراعات و يعني عباده اوثان وقتل وذبح يعني فانت لما ربنا قال له اخرج من اور قال له اخرج من المكان كويس قال له اخرج من المدينه العظيمه اللي هي اور. قال له اخرج وسيب اصحابك واصدقائك الشوارع اللي مشيت فيها وذكرياتك وماضيك وكل الاشياء دي الى مكان اخر. كويس؟ آه لما بنقرا تاريخ الكنيسه وتاريخ رجال الله بنعرف انه في ناس كثيره عاشت يمكن زي ابراهيم وفي اتقياء جدا تركوا اماكن بناء على دعوه الله لهم وراحوا الى اماكن لم يكن لها وجود على حتى في في الجغرافيا او التاريخ البشري يعني واحد يترك مثلا انجلترا ويذهب الى اقاصي الصين والى قرى الصين حيث حدش كان يعرف حاجه عن او يروح افريقيا او يروح الى ادغال افريقيا ويعيش في وسط القبائل او يروح الى الامازون والقبائل والعشائر الموجوده في الامازون ويخدم فيهم ليه ف... ف... مثلا الامازيك أمريكا. والامازون حتى الغابات بتاعه البرازيل وغيره والحاجات دي كلها يروح ويخدم هناك ويعيش هناك و... 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 ويعيش بحسب ما الناس عايشه ويترك كل التقدم والتحضر اللي كان موجود في الغرب دي بتاكد ليا ان الايمان بيصنع تغيير وابراهيم لم ياتي يوم من الايام في حياه ابراهيم شك في صوت الله هي دي النقطه الاساسيه انه كان عارف انه ده دعوه الله وعارف انه ده صوت الله وما جاش في يوم قال انا سمعت غلط انا شكيت عشان كده لما دايما اقول انه تاكد من دعوه الله تاكد من صوت الله يعني اوقات كتيرة احنا ممكن نعمل حاجات بحماس حضرت اجتماع كويس فيعني حسيت انه متحمس لل... وآخد قرار وبعدين الاقي نفسي انا طب انا فعلا سمعت صوت ربنا ولا لا يعني أه انما ايمان ابراهيم كان مبني على الكلمه والكلمه هي الأثبت فهو كان مبني على كلمه الله ودعوه الله المباشره له فآمن وكمل مع ربنا. هي جزئيه اسمع صوت الله دي يعني بتدخلنا في دايره شويه من اللخبطه لان كل واحد عنده مفهوم في سماع في طريقه او كيفيه سماع صوت الله مم. في واحد بيسمع صوت ربنا بيقول لك انا بسمع صوت ربنا مباشر يعني بقعد قدام كلمه الله بفتحها كده مثلا الصبح من نص كده او زي ما تطلع يبختك يا ابو بخيت يعني وهو فاهم ان هي دي الطريقه الصح اللي بياخد منها سماع صوت الله ويمشي وراها وبيعمل كده في حد تاني يقول مثلا لا انا مثلا بشوف حد يكون في الوقت اللي انا بفكر فيه في المساله دي او محتار ربنا يبعت لي حد ما اعرفش يطلع لي منين او يجيني ازاي او مكالمه او عظه بالصدفه قاعد قدامها او ايه او ايا كانت المصدر المهم باخد على طول دي وامسك فيها وفي, وفي يقول لك ارتحت يعني انا مرتاح لكده آه وفي يقول لك في حد عمل كده فمشيت معاه يعني في كتير إيه اللي يحسم الأمر بتاع سماع صوت الله ده؟ ده سؤال مهم جدا، طبعا خلينا أقول إنه لا توجد قاعدة عامة أنا آسف، ل... يعني... لأ ده بيترتب عليه نتائج بنلوم بعد كده ربنا عليه ونقول ما أنت قلت لي ده صح، آه. يعني عايز أقول إنه إنه معاملات الله تختلف من إنسان لآخر م. وما ينفعش إن أنا أحط ربنا في قالب، م. يعني ممكن أقول إيه آه الله هيكلم لازم يتكلم من خلال مثلا وعظة ينفع ممكن الله بيتكلم من خلال وعاظات وعاظات كتير جدا لكن هل ده القالب الوحيد اللي ربنا بيتكلم منه واحط ربنا فيه لا اول حاجه لابد ان انا فعلا عشان اعرف صوت ربنا لابد ان يكون عندي الشوق الحقيقي الشوق الحقيقي والرغبه الحقيقيه ان اسمع صوته يعني منفع اوقات كتيره ممكن اقول ايه انا انا بس عايز اسمع صوت ربنا او مش صوت ربنا عايز ربنا ياكد لي يمضي لي على الخطه بتاعتي يعني صوت ربنا هو مجرد الإمضة. يعني ربنا انا محدد ومرتب برر... كل اللي انا عايزه آه. انه يعني حاجه ترتبط بالجزء دوت آه. فاول لما اسمعها في اي حته ولا احس ان انا يقول لك خلاص ربنا موافق على اللي انا بعمله آه. لكن الانسان اللي عايز يسمع صوت ربنا شوف الرب بي بي بيدور على قلوب بتطلبه وبتطلبه بصدق وهو يتعامل معاه مهمه جدا دي كويس اهم حاجه فعلا ان الواحد يكون بيطلب ربنا بصدق م. مش مش لانه انا بطلب ربنا عشان شخصي م. انا بطلب ربنا لإنه عايز اعرف انا عايز اعيش بحسب قلبه عايز اعيش في طاعه للرب م. عايز مشيئته هي اللي في حياتي فالقلب ربنا عارف قلب الانسان م. ولو ضحكت عليك ولو ضحكت على كل الناس مش ممكن ابدا اقدر اضحك على ربنا يعني فاهم حاجه الـ الـ القلب التقي النقي اللي بيطلب الله بامانه لو لو الاتجاه كده وبالشكل ده اكيد هبقى في مشيئه الله واكيد هيتكلم معاه واكيد هعرف وهسمع صوته بالطريقه اللي ما فيهاش شك فيما بعد بالظبط انا واثق انا ماسك الـ 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 الخطه دي او الطريقه دي او الحل ده او الاسلوب ده انا خلاص انا همشي فيه وانا واثق انه مش بتاعي ولا باجتهادي ولا باستحساني انا. ويبقى عندي الاستعداد، م. عندي الاستعداد انه لو دون من الرب انا هكمل فيه ولو دون من الرب انا هسيبه. مش م. من الرب هسيبه. عندي الاستعداد إن اخد الاتجاه ده لو هو مشيئه ربنا واترك الاتجاه اللي, اللي انا مفكر فيه ومخطط فيه لو هو مش مشيئه ربنا. عندي الرغبه مش بس ان انا اعرف لكن عندي الرغبه ان انا اطيع. م. مش بس ان انا اعرف. يعني احنا قدام ابراهيم في مظاهر طبعا في حاجات واضحة بتدل على ايمانه مم. يعني ممكن نتكلم عن الاشياء دي يعني أول حاجة مثلا آه. اذهب آه. اذهب من ارضك مم. ومن عشيرتك ومن بيت ابيك الى الارض التي أريك فاجعلك أم عظيمة واباركك واعظم اسمك وتكون بركة وأبارك مباركيك والى اخر الجزء تمام. ده. فالأمر الالهي هنا اذهب من أرضك لما تروح للعبرانيين يقول لك بالإيمان بالإيمان هو خد الخطوة دي بالإيمان بس بأنهي إيمان بقى؟ الإيمان المؤسس على كلمة الله. الإيمان المؤسس على إعلان واضح من الله. الإيمان مش مجرد إنه الأمنيات اللي عنده إن أنا عندي أمنيات عايز أروح أرض كنعان وأبقى في كنع. لا ده إيمان مؤسس مبني على كلمه الله عشان كده الرسول بولس قال بطرس قال لنا عندنا الكلمه النبويه وهي اثبت فعشان كده كل حياتنا لابد تبني على اعلان واضح مباشر من شخص الرب اكيد اكيد دكتور اشرف اكيد احنا قدام شخص كان طيع جدا م -م. وكان مرن جدا مع صوت الله اذهب هو عارف إنه هو بيكلف شخص هيتاسس من وراه حاجات كتيره قوي ومن خلاله وبيه هتمشي خطته. مم. يعني تجاوب شوف. ابراهيم مع كل ندى من نداء الله ساعد الله في تكمله طبعا. الخطه آه. يعني كل خطوه طب نشوف اللي بعدها. و و وده ده اللي بيعمله ربنا انه انه ابراهيم ابراهيم لما لما خرج وكمل مسيرته مع ربنا ابراهيم مش بس كان عنده الرغبه انه يطيع الرب لكن عنده الرغبه انه يعني هو كان خائف الله ورب والرب في مره قال هل اخفي على عبد ابراهيم ما انا صانعه عارف الايه اللي بتقول انه سر الله لخايفي فحتى اللي هيعمله الرب ما اخفيهوش على ابراهيم يعني يعني هو خد لقب خليل, خليل الله. الله مش من فراغ انه انه كان قلبه مفتوح على رب وكان في علاقه بينه وبين الله علاقه حيه، مش علاقه تقليد وعلاقه يعني تدين زائف، لكن كانت علاقه حيه مع ربنا. فحتى اللي كان ربنا يعمله في سدوم وعموره قال له عليه. يعني فابراهيم في مظاهر كثيره للايمان، اقول لك مثلا اولا تركه لاهله وبيته وعشيرته وده جزء مش مش سهل. يعني لما تبقى عايش انت كان عند ابراهيم 75 سنة يعني 75 سنة وهو في المدينة دي 75 سنة بيجري في شوارعها 75 سنة بيقوم بالتجارة فيها 75 سنة أهله وأجداده وكل اللي يعرفه هو المكان دوان ففجأة يأتي صوت الله لي ويقول له اذهب فأنه يترك زي ما قال بعض إبراهيم في دعوته الأولى ترك مضي ترك مضي للرب فده مظاهر ايمان حاجه تانية خرج وهو لا يعلم الى اين يذهب احنا دايما كبشر نحب نعرف الديتيلز يعني كان زمان قبل ما يطلع الجي بي اس والحاجات دي كلها والنار في التليفون تحط كنا في بدايه مثلا 2001 و2002 افتكر كنا كان في حاجه ويب سايت كان اسمها ماب كويست الماب كويست دي كنا تحط العنوان تحط عنوان بيتك وبعدين يدي لك الستيبس آه، كل خطوة تمشي فيها كويس عشان توصل للعنوان الأخير فكنت أطبعها فأطبعها هخرج من بيتي أدخل يمين وبعدين بعد كده بعد كام ميل ونص هدخل شمال، وبعدين هاخد الهاي واي الفلاني عند الاجزت الفلاني هيطلعني، اخد يمين، اخد شمال، هيوصلني لحد المكان اللي انا رايحه. فلو ما كانتش الم... الخط ده كله قدامي ما كنتش اتحرك. طبعا. هروح فين؟ هاتوه. هتوه فاحنا بنحب كده كبشر بنحب كده، ده طبيعتنا. لكن مش مش طريقه ربنا. طريقه ربنا اخرج. خد اول خطوه. طب وتاني خطوه؟ أنا هقولها لك في الوقت المناسب، بس خد أول خطوة. طب وإذا ما عجبتنيش أول خطوة أو ثاني خطوة هتقولها لي، أرجع؟ لأ هتكمل. فهو خرج وهو لا يعلم إلى أين يذهب. النقطة الأساسية زي ما قال أحد المفسرين إبراهيم خرج وهو لا يعلم إلى أين يذهب. لكن نقطة التحول في حياة إبراهيم والإيمان كان يعلم مع من يسير. يعني 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 لكنك انت مثلا ايه عارف كل السكه وجيت قعدت جنبي قلت لي أسيس أشرف سوق أقول لك طب وبعدين؟ تقول لي أنا أنا عارف السكه أنا هوصلك للمكان اللي أنت عايز توصله أنا عارف السكه كويس كتير بنشعر إنه أسلوب ربنا معانا في في يعني نفذ وبعد كده هقول لك طيع وبعد كده هعرفك كتير بنشعر، يعني أنا عن نفسي بشعر كتير إنه ده ضد طبيعتي اللي ربنا خلقني عليها. يعني يا رب مش أنت اللي خالقني، أنت بتأمرني بحاجة أو بت بت بتناديني بحاجة. بس أنا أنت خالقني انت بتومرني بحاجه او بتناديني بحاجه طريقة فيها تفكير مع مع استيعاب الأول، أنت اللي عامل لي البرنامج ده، أنت اللي خالقني بالجهاز ده، إنه ما بقبلش إلا لما أعرف. كتير بنشعر إنه ده عكس طريقة ربنا عكس ما هو صنعنا عليه وخلقنا عليه وكونّا بيه هو لا هو مش عكس اللي تكونه هو ربنا طبعاً أوجد فينا العقل م. وبيحترم العقل اللي فينا كويس لكن هذا العقل اتلوّث اه أصبحت قراراته اه مدفوعة بشهواتنا برغباتنا طمعنا بالأنا اه العقل كجزء من الطبيعه الانسانيه اللي دخلها الفساد. كويس؟ لكن هل العقل اه بالعقل العقل مهم جدا عشان كده قال احد القديسين قال عباره جميله جدا قال اؤمن لاتعقل. يعني I بليف in order to understand. وبعدين اتعقل علشان اؤمن ازود ايماني أكتر فأنا مثلا أؤمن إن الله موجود وبعدين ممكن لما أدرس عن الكتاب المقدس وأدرس مثلا عن براهين وجود الله فوجود الله ما يبقاش مجرد بس إيمان لكن كمان يبقى حقيقة وأقدر أساعد اللي بيشك في وجود الله إنه يدرك وجود الله يعني زي اللي قال الرسول بطرس انه مستعدين لمجاوبه كل من يسالكم فمثلا واحد بيشك انه القيامه حصلت كويس وفي كتير بيشكوا في المواضيع دي طيب انا انا اؤمن ان القيامه حصلت وانا عارف ان المسيح حي واختبرت بالايمان ان المسيح حي وصدقت الكتاب المقدس وقبلت الرب يسوع مخلص شخص الحياة دي. لكن انا ممكن ادرس بقى واتعقل اكتر في هذا المجال لكي ما يثبت إيماني لو في أي حاجات مثلا بتيجي تشككني أنا إيماني ثابت وأساعد الآخرين اللي محتاجين أنهم يثبتوا ويعرفوا أن المسيح حي يساعدهم في هذه المعرفة يعني وده كتير من الناس يعني حلو الواحد يعمل كده يعني أنا, أنا بس يعني طرق على بالي السؤال لي عشان في ناس كتير مثلا كنت أتكلم مع أصدقاء ليا في الجزئية دي يقول لي ازاي ربنا بي... 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 بيامرني بحاجه وعايزني اعمل حاجه وهو خلقني بت... ب... ب... بعقل وتفكير ومنطق وحسابات الحته دي في ناس كتير بتتصورها مضاده ل... انت بتامرني بحاجه وانت عارف ان انا مش 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 مهيأ او مش معد ليها ف... هو طبعا يعني ال... الجزء الاساسي انه لما ربنا بيقول لنا حاجه او بيطلب مننا حاجه هو قال يا ابني اعطني قلبك فانا لو فعلا بحب ربنا الايمان خلينا احطها بطريقه الايمان في مغامره دي الايمان في مغامره بس كل الذين اخذوا هذه الخطوه عمرهم ما ندموا ما واحد فعلا امن بالرب وندم ما واحد خد الخطوه دي بحياه بالايمان وندم حتى اللي تركوا وراحوا اماكن وخدموا فيها واعطوا انفسهم للرب واعطوا ذواتهم للاخرين ما فيش مره واحد من هؤلاء ندم على اللي عمله فعلا. كويس فالحياه مع الرب فيها فيها مغامره اه فيها مغامره لانه دايما ال 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 العكس الايمان هو العيان واحنا بنحب الحاجات الملموسه المحسوسه اللي عارفينها الايمان فيه مغامره بس الايمان هو الثقه فالله شخص الله فأنا مش بغامر وأنا برمي نفسي في المية أنا بغامر وبرمي نفسي في إيده وهو بيشيلني يعني فهو ليس خطوة في الظلام زي ما بيسميها البعض لا دي خطوة في النور أنا بخرج من الظلام للنور أنا بألقي نفسي في النور لأن عارف مين هو إلهي وأنا باخد هذه الخطوة نحو الله وليس الإيمان خطوة في الظلام زي ما بقول قال أنا عارف بمن بزبط بمن من أمن في مواقف برهن فيها ابراهيم ايمانه اه طبعا اكيد يعني خروجه من المعلوم والمالوف الى غير المعلوم وغير المالوف م. ترك الحضاره والتقدم ليذهب الى مكان لا يعلم عنه شيء لو ترك اور وذهابه الى كنعان م. خروجه من اور وذهابه الى كنعان في اصحاح 12 عندما اعطى لوط حريه الاختيار يعني لما نيجي للجزء ده في اصحاح 13 ابراهيم كان عنده رعاة وعنده كمان اغنام وعنده مواشي كتير ولوط ابن اخوه اللي هو صغير في السن ويعتبر ابراهيم عمه ارتبط بابراهيم وخرج مع ابراهيم فرعاة مواشي لوط اختلفوا مع رعاة مواشي ابراهيم على ابار الاماء المياه فجمع قال له تعالى احنا اخوات ما انه نختلف مع بعض انت اختار واختار طب مع انه يا ابراهيم ده انت ربنا مدي لك ارض كنعان دي ارضك انت قال له انت اختار كان ممكن ابراهيم يقول بص انا دي بقى يعني دي وعد الرب ليا انا اختار احسن ما فيها وانت بعد كده تختار الجزء الثاني او انا اكبر منك سنا انا عمك م. انا اختار الاول وانت قال له لا اختار اختار فهو كان بيثق في الرب ويؤمن باختيار الله، انقاذه للوط ورفضه للمكافأة، هو راح وراء الأعداء الخمس ملوك اللي سابوا لوط ودمروا مدينة سادوم في الوقت دون ورجع لوط مرة ثانية فكان دون إعلان إيمان وثقة في الرب. إبراهيم مش 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 ملك عنده جيش مدرب، إبراهيم خد غلمانه اللي هم محاربين أه بس يعني مش جيش يعني وراح وحارب بيه ملوك ورجع منتصر ممارسته لعلامة العهد فأصحاح 17 ربنا قال له علامة العهد يا إبراهيم هو أن أنت تختن كل ذكر موجود في بيتك مع أنه إسحاق لم يكن قد ولد بعد م. إلا أنه آمن في العهد قبل ما يولد إسحاق وختن كل الموجودين في بيته في ذلك الوقت دلالة على إيمانه أن ربنا هيحقق العهد بتاعه حتى لو اسحاق لسه ما اتولدش الابن اللي ياتي مني ومن ساره لم ياتي بعد بس انا واثق انه هياتي. ده قبل اسحاق. قبل اسحاق. كويس؟ صلاته من اجل سدوم وعموره تورينا قد ايه ايمانه ودلالته على الرب. يعني ابراهيم كان متشفعا من اجل سدوم وعموره. طب يا رب ممكن يعني لما اقول لما يقول للرب مثلا اديان كل الارض لا يصنع عدلا. انت الكلام ده ما اقولوش غير واحد صديق لصديق يا رب يعني هو خايف على ربنا. م. خايف على صورة الله في قدام الناس بيقولوا مش ممكن انت عادل فمش ممكن ابدا تميت الشرير وتميت البار معاه فقال له قال له طب ممكن يا رب يكون فيها خمسين قال له روح ما فيهاش بس روح قال له طب ممكن يكونوا قال له خمسة خمسة <applause> قال له برضو لو فيها انا مش هن... مش هدمر قال له بس انا هكلم مرة ثالثة يا رب معلش ممكن يكون فيها ثلاثين وبعدين ممكن يكون فيها عشرين ممكن يكون فيها عشرة مدينه لم يكن فيها حتى عشرة صعبا. ابرار كويس فبيوريك قد ايه ابراهيم كمان في علاقته مع ربنا ابراهيم في علاقته مع ربنا اوقات كثيره للاسف في علاقتنا مع ربنا احنا بنردد كلام حتى مش بنفهمه حتى صلواتنا اوقات كثيره بتبقى يعني استنباط عارف الاستنباط؟ يعني اكل شيء أه أه ما فيش القلب المفتوح على ربنا وما فيش حتى ما اجمل ان ربنا حتى يسمع شكوكنا اوقات كثيره ويسمع اقول ايه ضعف ايماني يعني لماذا يا رب تنساني كل النسيان؟ ربنا ما قال له ما راحش وقال له انت ازاي بتعمل كده واداله قلمين ده بالعكس ربنا كقريب صديق آآ مني آآ يعني في علاقتنا مع ربنا احنا مختلفين احنا بنخافه لكن لا نخاف منه كويس نهابه لكنه أب لينا فبالتالي لو ابني كل يوم بيجي وحافظ كلاشيهات كويس أيها الآب رب البيت يا من تعمل من أجلنا وتدبر لنا احتياجاتنا ممكن خمسة دولار <applause> <applause> ويجي تاني يوم نفس الموضوع ما فيش العلاقة الـ الـ عندنا مفهوم عن الصلاة إنه لازم بالذات في وسط الجماعة يعني لما أكون بصلي وسط اجتماعي أو أو بصلي بقود جماعة أو حلقة صلاة أو كده عندنا مفهوم معرفش جالنا منين وأنا من صغري بشوفه إنه أنا لازم أكون لبق ومرتب والصلوة مدعمة بالآيات الـ العظيمة من العهد القديم والعهد وعظة الجديد. كاملة وعظة عظة يعني م. أنا لو لو فنتها كده بعد لو قعدت سجلتها ورحت قاعد كده سامع العظة الصلوة دي أعمل منها عظة جميلة جدا بشواهد وآيات يعني هي في الخارج مبهرة ومنمقة وباللغة العربية الفصحى وحاجات جميلة أو بس هل ده الـ الـ الشكل اللي الله عايزه لما نيجي نقف قدامه او ني. على فكره الصلاه بتبني يعني طبعًا انا بشوف طبعًا. انه لما حد بيكون بيصلي وانا قاعد في في قاعده فيها صلاه الصلاه بتبني انا صلاتك بتبنيني لانها بتنقل لي اختبارك وبتنقل لي معرفتك بالله م. وبتنقل لي قد ايه انت شبعان بيه yeah. وبتنقل لي حاجات كتيره جدا م. ممكن تكون هي دي اللي اخدها من اليوم بسبب يعني يعني هو طبعا في... في العلاقه الشخصيه مع ربنا دي علاقتك الشخصيه يعني تقعد تسجد تقف تركع تبكي تشكي يعني دي علاقتك الشخصيه الحرغة. اغلق الباب وحاجي ها أه؟ <applause> أه في دوجا الليلي يسوع فانت بتحكي معاه انما مثلا اوقات كتيره ممكن تنوب عن اجتماع في صلاه ودي اوقات كتيره يعني يقف ينوب عن الاجتماع في صلاه هو بيتكلم عن نفسه مش بيتكلم عن الاجتماع يعني المفروض اي شخص ينوب عن اجتماع في صلاه هو ينوب عننا ينوب عن الكنيسة انه يرفع هذه الصلاة او مثلا اوقات كثيرة يبقى على الميدة مثلا ميدة الرب و... ونطلب من حد يصلي وتلاقيه بيصلي حاجة بعيدة عن الميدة حاجة ملهاش علاقة بالميدة وكأنه مثلا ال... ال... الميدة مش موجودة كويس وفلان ال... وفلان يا عمي انت بتصلي ده نوب عن الكنيسة في تقديم صلاه شكر من اجل جسد الرب المكسور ودم الرب اللي مسفوك على عود الصليب من اجلنا خليك في الموضوع خليك في الموضوع ده لكنه بياخدها فرصه انه يعني عارف كانه مثلا بقاله اسبوعين ما صلاش فبياخدها فرصه انه في اوقات كتيره بنحتاج ان احنا لما انوب عن الجماعه انا فعلا انوب عن الجماعه انا برفع جماعة بين ايد الرب انا بقوم بهذا الدور في الاجتماعات العامه لكن في الاجتماعات الاجتماعات الخاصه او القعده الخاصه مع ربنا ايه اعمل اللي انت عايزه يعني انا كتير بشوف حل... يعني حاجات بتضايقني قوي الاقي حد يتقال له صلي لا مش هصلي فقعدت فكرت هو ليه مش عايز يصلي اكيد بيعرف يصلي هو بيعرف يصلي بس صلاته هو عارف انها مش هتعجب ليه لانه هو عارف المستوى اللي حواليه مستوى عالي ده صلاة بالايات والشواهد وحاجات كبيرة قوي فهو عارف ان هيقف يقول او مثلا صلي يا اخي فلان فهيقول مش لاقي كلام زيهم مش عارف يعمل اللي هما بيعملوه ده الشغلانة دي مش بتاعته بس هو صلاته حقيقية بس مم. مش باللغة العربية والايات أه طبعا الصلاة هي تعبير آه زي ما فيمتنع عن الصلاة الصلاة اجمل تعريف قريته عن الصلاة آه قالته حنا ام صموئيل لما عالي ظن انها ساكرة فقالت له اني اسكب قلبي امام الرب ده اجمل تعريف عن الصلاة انه الانسان في الصلاة بيسكب قلبه قدام الرب كلام شكله ايه بيتقال ازاي دي كلها حاجات ربنا مش بيبص ليها كان بيبص للقلب منسكب ولا مش منسكب بس أكيد. ده يعني صلاة تعطوا الأمر الرب بأن يذهب ويقدم إسحاق ده أكبر دليل هنتكلم عنه بالتفصيل الجزء ده كتير من خلفيات غير مسيحية بينظروا إلى إلى الآباء الكبار اللي في العالم الأنبياء والأنبياء ابراهيم واسحاق وداود الناس دي ما تغلطش اه ازاي يتذكر في الكتاب المقدس اخطاء بشعه مم. انه انكر وكذب وزنا وباع وعمل ازاي انتوا بتقللوا من لانه من آه. من رجال الله فهل هل ابراهيم يعني ذكر كلمه الله في مواقف برغم هذا الايمان والطاعه اللي احنا بنتحدث عنها الجميله وال اللي بتجني بتبنينا وبتعلمنا دي والقامل ابو الايمان احنا بنتكلم على ابو الايمان بس ضعف طبعا ضاعف. طبعا ودي ميزه الكتاب المقدس ميزه الكتاب المقدس لما يكلم مثلا عن الانبياء الكتاب المقدس بيؤكد لنا انه ما كتبه الانبياء من وحي معصوم معصوم يعني اللي اتحط على الورق واتكتب يعني ممكن استاذنك يا دكتور اشرف في مكالمه معانا من آه. انجلترا نهال الو مساء الخير حضرتك الأسيس اهلا مساء الخير وبشكر حضرتك جدا على البرنامج وبرحب الاخ تيتر المرنم الجميل أهلاً وسهلاً. نفسي اقول حاجه على يعني تعليق بسيط وعايزه اسال سؤال يعني طبعا العلاقه اللي قدمتوها ما بين الله وبين ابراهيم ما أحلاها يعني إنه كان بيعرف يسمع صوت الله ويطيعه حتى لو مش عارف الخريطة كلها زي ما إحنا قلنا. صح. وخرج فعلاً من مكانه ومن عشيرته وهو لا يعلم إلى أين يذهب، لكن أنا نفسي أتقمص شخصية شخص كان مؤمن فعلاً بالله وعلاقته حلوة، لكن نظراً لتعرضه لتجارب عديدة وآلامات إبتدى يشك أساساً في وجود الله، يعني هو مش ملحد، لكن م. كان يعني من كتر الآلام اللي عدى بيها فعلاً. يعني ابتدى يشك في وجود الله اساسا، ففي مم. مقوله بتقول ربنا عرفوه بالعقل مم. وناس بتقول له كده، انا ضد المقوله ديت معرفش راي حضرتك ايه لانه الكتاب بيعلمنا انه بالايمان نفهم ان صح. العالمين قد اتقنت، يعني ما فيش حاجه بالعقل، وحضرتك قلت ان الايمان دي خطوه في النور مش مم. خطوه في الظلام، فازاي اقدر اقنع شخص فقد الايمان بالله ورجع العلاقه الرائعه دي وازاي احنا كمان كمؤمنين نوصل لمستوى الايمان والطاعه اللي بين قوسين خليني اقول طاعه عمياء اللي سلكها ابو المؤمنين ابينا ابراهيم ويعني تلتزم فعلا ان انا اعرف اميل صوت الله وخضوع كامل وطاعه بالتنفيذ فنفسي في خطوات كده تنصحونا بيها وربنا يبارك ربنا يبارك شكرا بنشكرك على مداخلتك طبعا ده سؤال مهم جدا هو جزء بتاع سماع صوت الله حضرتك آه. جاوبت عنه في بدايه الحلقه اللي... اوقات كثيره بنشك م. لان احنا بشر م. واعتقد ابراهيم جه وقت وضعف ابراهيم قعد عشر سنين لسه ربنا ما حققش الوعد خرج من هو عنده 75 سنه وصل عمره 85 سنه وما فيش الابن ما وبعدين ساره قالت له عندي حل الحل ده مقبول اجتماعيا ومقبول كالتشر من ناحيه الثقافه والمكان اللي هناك وما لا يمنع اي واحد زي ابراهيم زوجته ما بتنجبش قانونا اجتماعيا ممكن يدخل على جارية ملكه ينجب منها والابن المولود ده يعتبر ابن مين الاولى الابن اه بالظبط ابن ابراهيم وسار بالظبط ينسب, ينسب لابراهيم ابراهيم ضعف ما بنقولش انه ما ضعف ضعف وعمل كده وبعد ما عمل كده برضو ربنا صامت قعد وقت طويل ربنا ما كلمش من خلال اسحاق كعطية لحد لما ابراهيم وصل الى تسعة 99 سنه وجي ابراهيم يصلي الرب وربنا ياكد له العهد فقال له ليت اسماعيل يعيش امامك يعني خلاص يا رب انا انا نسيت اسحاق نسيته نسيت الابن اللي انت هتدهولي انا دلوقتي انا بطلب من اجل اسماعيل فربنا قال له مش اسماعيل ده اسحاق فهل هل ممكن بنمر في فترات ضعف في حياتنا كمؤمنين اه وبالاخص لما بنبقى بندخل معصرة داود في وقت التجربة قال له لماذا يا رب تنساني كل نسيان لماذا تحجب وجهك عني كويس حبقوق شاف الظلم اللي موجود وشاف الشر قال له لماذا تصمت؟ لماذا تصمت؟ وأرميا قال له يعني يعني سكب قلبه قدام ربنا وأعلن أيده طب يعني أنا عندي شكوك عندي فينك أنت بتعمل إيه؟ ليه مش بتتدخل؟ طبيعي إن احنا نضعف. طب حضرتك قلت حاجة مهمة. انه الكاتشر والثقافه وقتها كانت بتديله له الحق ان هو يعمل كده ومش قا... يعني هل ده قانوني مش غلط في الوقت ده أ... ولا روحي كمان طيب هكمل الجزء ده لل... لل... للنهاية لانه مهم قوي أه. فانا لو 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 ليا صديق ونتيجه الام وتجارب معينه بدا يتخلله نوع من الشك في امانه ربنا وفي محبه الرب اعتقد احسن حاجة ممكن اعملها انه اصلي. مم. لانه مش هتيجي بالعقل وبالمنطق. نقاش يعني يعني هتيجي بانه الله نفسه يحضنه يضمه اليه يؤكد له وجوده يؤكد له محبته مم. لازم البرهان ده يبقى برهان بيجي من جوه مم. من الروح القدس اللي يشتغل جوه الانسان. عشان كده حتى داود بعد ما قال لماذا يا رب تنساني كل نسيان في اخر المزمور قال له انه ان انت بشكرك لانك سمعت وخلصت يعني 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 اتولد فيه الايمان مره ثاني انه رب صنع وهيخلص فلما يكون شخص اوقات كتير لما احنا بنيجي لشخص في الام ونقعد نوعظه ونقعد ندوس عليه زي نقول له انت ليه بتعمل كده انت لا انا ده ده محتاج ان الرب يتعامل معاه يعني اصدقاء ايوب ما بيفاوضوش معاك لا ما بيفاوضوش وما كانوا بيدافعوا عن ربنا واوقات كتير احنا بنروح لناس كده نوعا ندافع عن ربنا شهاده الرب يعني هي افضل كلام اتقال في النهارة. انما انا محتاج اصلي معاه يمكن محتاج اقعد اقرا الكتاب معاه يمكن محتاج اصلي له ونصلي له كجماعه اقدم له محبه اقدم له محبه بالزبط. اهتم بيه من وقت اتكلم عن محبه ربنا لان محبه ربنا مش بتظهر في المواقف بس اللي بنمر بيها محبه ربنا اعلنت في الصليب فلو ما كانش ربنا ينور مره تانية جوه قلبه بصليب المسيح ما فيش حاجه هتتغير يعني أكيد. يعني فـ فـ يا اخت نهال بشكرك اخت نهال على سؤالك يعني هي قالت جمله يعني كنت زمان زي اي حد بقولها ان الله عرفوه بالعقل مم. بس هو في الحقيقة عندنا في, في مش عايز أقول في المسيحية لأن إحنا مش دين إحنا حياة آه الله عندنا عرفوه وبيعرفوه بإعلان وبيعرفوه بمعرفة روحية مم. مش بالعقل، العقل ما يستوعبش حاجة عن الله ولو بالعقل إحنا مش هنف مش هنف مش, هنف مش, هنف مش هنقبل أي حاجة هو يمكن مقولة الله عرفوه بالعقل آم. ترجع إلى مزمور آم. لما بيقول قال الجاهل في قلبه ليس اله. وكانه بيقول لنا انه العقل اذا ترك للبحث عن الله عمره ما هيفشل. العقل لو انا مثلا عالم كويس؟ لو انا لو انا لو انا مثلا عايز اعرف الله موجود ولا مش موجود، كويس؟ وبصيت للطبيعة والجسم الإنسان والكائنات وال... وال... والحاجات اللي حواليا أدرك إن الله موجود العقل بتاعي يقول لي مش ممكن حد يكون الحاجات دي وجدت بالصدفة مش ممكن أكيد الجسم ده اللي بيشتغل والخلايا والأنسجة اللي فيه وال... وأقل ذرة فيه والدي إن إيه والبصمة الوراثية وكل الأشياء والعقل البشري ده كله بيشتغل إزاي مجرد إن أنا أفهم دون أدرك إن هناك شخص كائن ما قدير حكيم أوجد هذه الأشياء ولم توجد بالصدفة لكن بالإيمان بقى نفهم هنا بقى عشان أقيم علاقة مع, مع الله هذه هي خطوة الإيمان أنا ممكن أعرف أنه موجود لكنه هو خلاص هو في ناحية وأنا في ناحية لكنه عشان أخذ خطوة علاقة شخصية معه بالإيمان نفهم أن العالمين ونبدأ العلاقة الشخصية مع الرب الذي خلق السماوات والأرض وجعلنا نحن خليقته المميزه، الانسان اللي فيه بصمه الله المميز جدا. اكيد. نزوله الى مصر مثلا. آه. ابراهيم ربنا قال له اطلع الى ارض كنعان، راح ارض كنعان، حصلت مجاعه. ابراهيم ما قالش ليه ربنا هيدبر احتياجاتي. ابراهيم ضعف هنا. قال احسن انزل فين؟ مصر. فده ضعف ايمان. آه إبراهيم كان حياته كلها متسمة بالإيمان، لكن في مواقف معينة ظهر فيها ضعف إيمانه. حاجة تانية كسبه. طب دخلت مصر يا إبراهيم وسارة معاك وسارة جميلة جدا وكان عندها 65 سنة. كويس؟ وخاف إنه عبيد فرعون يمدحوها لدى فرعون فتضم إلى حريم فرعون. فقال لها بصي هعمل معاكي ديل. هنقول ان انت اختي وعلى فكرة ان يقول انها اخته ده نص الحقيقة هي فعلا اخته كويس بس اخته من ابيه فهتقول انك اختي بس مش هتقولي إن, ان انا زوجك الحقيقه الاولى عن ساره علاقه ساره بابراهيم انهم ازواج كويس فهو اعلن ضعف ايمانه علشان ينقذ حياته من الموت لقل عبيد فرعون يموتوا ويضموها الى الى زوجات دخوله على هاجر انا وافقت ابراهيم وافق على ليه وافق ابراهيم ليه ما قالش لساره يا ساره الكلام ده غلط ربنا قال انه من ساره ومني انه الولد هيجي الناس هيولد ما قالش من هاجر فليه ما, ما تيجي ننتظر الرب ونصبر لمواعيد الرب ونتكل على الله وما يضعفش ايماننا لا ابراهيم اول لما صار قالت له كده ضعف وعمل ايه ودخل على هاجر وده يأكد بيأكد لنا صحة الكتاب المقدس اللي بين ايدينا وبيأكد لنا ان كل ما ذكر ذكر حقيقي فعلا لان احنا مش قدام شخصيات سوبرمان انه ما بغلطش خالص ده صح ده انسان في النهاية وليه مواقف ضعف الجزء المهم قوي انه آه الكتاب المقدس لما سجل لنا المواقف دي الكتاب المقدس مش بيؤيد المواقف دي م. يعني مثلا لما يكلمني عن ابراهيم اللي قال لساره يا ساره قولي انك اختي كويس الكتاب المقدس تسجيله للحدث ليس تأييد للحدث لانه حتى في الكتاب المقدس عندنا كلام الشيطان عندنا كلام ناس اشرار عندنا عبارات قالوها ناس بعيد عن الرب كويس فلكنه صدق الكتاب المقدس انه يسجل لنا الحدث عشان نتعلم منه نتعلم منه لان كل ما كتب كتبه من اجل تعلمنا وعشان كده الكتاب المقدس الوحيد اللي على وجه الارض اللي عاش بلا خطيه هو شخص الرب يسوع مم. اما كل انسان ولد حتى لو كان ابراهيم فهو بيجي وقت عليه ويضعف اكيد واحنا مم. اوقات كتيره كبشر بنضعف عشان كده يقول اكتب اليكم ايها الاحباء أكتب إليكم لكي لا تخطئوا مم. يعني القاعدة العامة في علاقتي مع الرب إن لا أخطئ مم. طيب إن أخطأ أحد وإن أخطأ أحد فلنا إيه؟ فلانا شفيع لأنه أنا عرضة أن أنا أسكت وأجرب وأضعف أكيد. لكن أنا أقوم وأرجع إلى أبي وأقول مم. له يا أبي أخطأت إلى سماء وقدامك مم. وأعود إلى بيت الأب هذه مم. النقطة المهمة مم. نروح لنقطة أخرى ابراهيم وشخصية غامضة شوية في الكتاب ملكي صادق ملكي صادق تبقى أصحاح 14 أصحاح 14 لما إبراهيم <applause> يعني مش واضح لما إبراهيم راح وحارب الملوك اللي اللي حاربوا وسابوا لوط وحاربهم وانتصر ورجع وهو راجع من نصرته قبله شخص أول مرة يشوفه يقول عنه كتاب كان ملكي صادق وهو ملك وكاهن ملك وكاهن مدينة سديم سديم هي أورشليم القديمة كويس فالشخص ده نعرف عنه إنه هو ملك ونعرف عنه إنه هو إيه كاهن يعني إيه ملكي صادق ملكي صادق يعني الملك البار الملك البار yes معنى كلمة معنى اسمه ملك صادق يعني الملك البار. اصل هو مرة واحدة ظهر في الكتاب. هو مرة واحدة ظهر. ده صح. مقدمات طب ابن مين من نسل مين؟ وبيقول لنا ان هو كاهن الله العلي. م. وكلمة الله العلي في الكتاب المقدس تشير الى يهوى الاله الحقيقي. م. فهو لم يكن كاهن للاوثان او لالهة الامم هو كاهن لله العلي. وده يقول لي حاجة يقول لي إن ربنا لم يترك نفسه بلا شاهد انه في امم وشعوب كان ربنا بيعلن نفسه يعني عندنا مثلا ملك صادق وعندنا يثرون حما موسى آه. الذي هو كان كاهن مديان كويس أيوه. فالرب كان بيتعامل يعني يعني مع اشخاص كثيرين غياب التفاصيل بقى عنه سمح للاعلان الالهي لاحقا إن يستخدمه نموذج للمسيح انه دخوله الى العالم وظهوره في العالم بلا اب بلا ام بلا بدايه ايام بلا نهايه ايام عايز اقول انه يعني الشخص ده احنا ما نعرفش عنه حاجات كثيره لكنه آه. دخوله الى العالم استخدم كنموذج او كنموذج او كتشبيه لشخص المسيح شخص شخص المسيح البعض طبعا بيقول إنه هو شخص المسيح آه. دي مدرسه من المدارس بتقول ان هو شخص المسيح شخص المسيح ولا رمز او لا بتقول ان هو شخص المسيح آه اللي هو بنسميها ثيوفني او الظهورات الالهيه في العهد القديم م. يعني زي ما الله المسيح كان بيظهر في ملاك الرب والى اخره طب وجهه نظر حضرتك الشخصيه آه انا اؤمن ان هو كان شخص تاريخي تاريخي آه اؤمن انه دخوله الى, إلى الساحه بغرض اعلاني آه واضح جدا كمان علشان يقول لي عنه في مزمور 110 انه انت كاهن على رتبه ملك صادق ليه؟ لانه في جزء مهم قوي هنا في ملك صادق ده اللي بيتكلم عنه كاتب العبرانيين ابراهيم هو ابو الامه اليهوديه ففي ابراهيم كان اسحاق وفي ابراهيم كان يعقوب وفي ابراهيم كان اولاد يعقوب الاثنى عشر اللي هم الاسباط الاثنى عشر فلما ابراهيم يقبل البركه من ملك صادق معناها انه ملك صادق اعلى من من ابراهيم من ابراهيم دي نقطه مهمه قوي م. كويس ولما ابراهيم يقدم عشر لملك صادق فابراهيم قدم له م. معنى كده انه ملك صادق ايضا اعظم من مين؟ من ابراهيم فلما ياتي المسيح ككاهن لا ياتي على رتبة لاوي اللي هو حفيد ابراهيم مم. ياتي على رتبة ملك صادق الذي هو اعظم من ابراهيم فيكون كهنوت المسيح اعظم من كهنوت اللاوي واضحه الفكره؟ واضحه فده اللي بيتكلم عنه في عبرانيين اصحاح سبعه ب ب بكل وضوح اه طبعا آه جدا وقبل ابراهيم البركه من هذا الكهن الملك ثم اعطاه عشرا من من كل من شيء. كل شيء هاجر واسماعيل مالهم؟ كويسين خضتني اصل هاجر واسماعيل قلت ايه؟ هاجر واسماعيل اه معلش ابونا اصل هم يعني <applause> هاجر واسماعيل اه هاجر واسماعيل ايه علاقتهم بابراهيم وبتاع ابراهيم هاجر كانت يعني آم، اما آم، آم، في بيت ابراهيم كويس وكانت تعتبر ساره هي سيدتها. آه وبعد عشر سنين من ال... الانتظار آه هاجر، السوري ساره ساره قررت تعمل ما هو متعارف عليه في المجتمع. اوكي. فهو من الناحيه الاجتماعيه ومن الناحيه القانونيه ومن الناحيه التشريعيه كويس؟ لانه لم يعطى بعد الناموس المساوئ فكانت في شرائع موجوده. فمن سواء سواء بقانون حمورابي او نوري اللي كانوا القوانين القديمه كانت تعطي الحق للرجل م. الذي لم ينجب انه ينجب من خلال الامه تمام. ويتبنى الابن فيصير له وريث شرعي ليه بنعتبر ابراهيم ضعيف اوكي ابراهيم ضعيف مش لانه عمل حاجه اجتماعيه مقبوله إبراهيم ضعف لأنه الوعد مرتبط بسارة وإبراهيم. كويس؟ يعني ربنا ما قالهوش إنه أنا هديلك نسل وبعيد عن سارة. لا ده الوعد متضمن سارة. يعني لما كل ده قانوني في حياة وعصر ووقت إبراهيم ليه الوحي يسجل لنا إنه دي سقطة أو كويس؟ لأنه الوعد مرتبط بإبراهيم وسارة. ما هو لو ربنا قال له لو ربنا قال له بص يا ابراهيم انا هديلك ابن سواء من ساره او من غير ساره ما كانش في مشكله خلاص ابراهيم بقى يفكر في الحل انما انما الوعد مرتبط بابراهيم وساره والوعد كمان مرتبط بتدخل الله لانه هنا المعجزه لازم تحصل لأن المشكله لم تكن مشكله ابراهيم المشكله كانت مشكله ساره المضاعفه مشكله ساره اولا ساره متقدمه في الايام وثانيا ساره عاقر <applause> فولادة إسحاق لابد أن تحدث بمعجزة وده التدخل الإلهي كويس فلو ال عمل كده اختفى هذا الجزء اختفى التدخل الإلهي في أنه يحول العاقر إلى أم ويأتي النسل من إسحاق من من سارة <applause> فما ينفعش يأتي من أمل لابد أن يأتي كمان من حرة ده اللي استخدمه بولس الرسول في غلاطيا واصحاح ثلاثة <applause> هل في ما يربط ما بين هاجر واسماعيل بعهد الله مع ابراهيم في حاجه أه بص طبعا دي يعني وخلاص هو يعني هي طبعا هي و... غلط هي غلطه آه. كويس آه. لكن حتى الغلطات آه. حتى الغلطات ربنا ايضا بيهتم بيها ازاي بقى؟ ليه لانه كائن م. لانه هاجر انسانه م. ولانه اسماعيل انسان اسماعيل لم يخطئ اسماعيل ما عملش غلط لما ابراهيم هو اللي دخل على هاجر وانجب. في سؤال بسيط ذنبه ايه؟ ذنبه ايه بالظبط؟ ملهوش ذنب. فبالتالي حتى لما اتولد ابراهيم بدا يهتم بيه ويعتني بيه. والرب حتى قال الكلام دون لهاجر. الرب قال لها ايه؟ قال لها في الجزء دون وقال لها ملاك الرب لما لما بدات علامات الحمل تبان عليها فبدات هي تحس انها ايه احسن من ساره. يعني تتعالى على مين؟ على ساره. فساره غاضت فراحت عملت ايه؟ ده موجود لحد النهارده الكلام اه بلو. طبعا يعني راحت طردتها مم. طردتها وهي حامل مم. فراحت وقابلها ملاك الرب في الطريق وقال لها انت رايحه فين؟ قالت له انا هاربه من الذل لانه ساره كانت بتذلها فقال لها ارجعي الى امتك وتكثيرا اكثر نسلك فلا يعد من الكثره وقال لها ملاك الرب ها انت حبلى فتلدين ابنا وتدعين اسمه اسماعيل الرب هو اللي ادى الاسم هو اللي سماه كويس لان الرب قد سمع لمزلتك. ويحصل حادثه تاني لما تهرب مع اسماعيل كويس وان الرب ايضا يسمع لصراخ الصبي وهو عطشان وأن وبعدين قال لنا ال... الكتاب بقى جميل جدا ليه لانه رسم لي مستقبل هذا الابن لحد النهارده بشوفه كل يوم وانه يكون انسانا وحشيا انسانا وحشيا يده على كل واحد ويد كل واحد عليه لحد النهارده ابناء اسماعيل يدهم على كل واحد ويد كل واحد عليهم طب في حاجه مهمه اللي هم العرب في حاجه مهمه قوي ازاي يتقال عنه انه وحشي ويده على كل وكل الوصف ده وفي في في الأصحاح؟ 16 عدد 11 يقول ظهر لها ملاك الرب وقال لها ارجعي الى مولاتك واخضعي تحت يديها وجمله مهمه جدا ثم وعدها بالبركه للمولود منها. كويس هيعملوا نسل كبير امه كبيره. بالبركه يعني yes. يوم مبارك. اه البركه زي زي لا ومبارك. البركه هتكون في الكسره انه هيحيى. يعني المقصود بالبركه هنا زي بركه اسحاق و... لا مش مش بركه النسل انه ياتي منه المسيح. البركه هنا المقصوده هي انه يجعله امه. حتى ولو كان غلط لكن الرب هيجعله أمة وقتنا للاسف خلص وهنكمل اكيد, أكيد. يعني لسه في بقيه وقفنا عند هاجر واسماعيل هنبدا المره الجايه نكمل بالتأكيد. في اسحاق اكيد امين أه بشكركم مشاهدينا الكرام في كل مكان أه على كل مره فيها بتستمعوا الى أه كل ما يعطي لنا الرب اشكركم ونلقاكم عن قريب في الحلقه القادمه ولكم مني كل الشكر آمين. رب معكم